يا مرحبا. في عندي سؤال بدي اساله. تفضل. احنا شو موقفنا بالنسبه لاهل غزه؟ لانه احنا هون بالاردن احنا مش قادرين نسوي اي شيء، هل انه احنا بنولنا اجر او بنولنا ذنب انه احنا مش قادرين نحرك اي شيء؟ شو موقفنا احنا امام ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لاخواننا اللي بغزه اللي بنشوفهم قاعدين بنذبحوا وبنقتلوا ومش قادرين احنا نسوي اي شيء؟ جزاك الله خير. يقول ايش موقفنا؟ يقول ايش موقفنا من اخواننا تجاه غزه الذين يقتلون ونحن لا نستطيع ان نفعل شيء مكتفين الايد. الواجب على الأمة كلها أن تنقض أهل غزة مما هم فيه. أفصل أكثر. من أكثر الأيام حزن بالنسبة لي ذاك اليوم الذي أعلن فيه أن حماس أصبحت هي الدولة المسيطرة على غزة. ذلك سلطة غزة على حماس تتطلب أن تحمي الناس كلهم. والقول بأننا نحمي أفرادنا تحت الأنفاق تحت الأرض ونترك الناس للأمم المتحدة، هذا من أبطل الباطل. أنت مسؤول دولة والواجب عليك تحمي الشعب، والشعب انتخبوك. كان بودي أن تكون حماس مؤسسة أو جهة تحارب يهود وليست دولة. فلما أخذوا الدولة وقعوا في إشكالات أكبر منهم. الآن الذي يقتل من المسلمين جريمة كبرى. الواجب علينا أن نساعدهم بالذي نستطيع. أقل المساعدة الدعاء، أقل المساعدة تدعو له، ثم المساعدة بالمال. إذا استطعت أن توصل زكاتك أو صدقتك أو ما أوجب الله عليك من إطعام أهل غزة هذا واجب، والله تعالى أعلم.